يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لقد حصل لي حادث مروري حيث كنت مع شارع رئيسي عام، وكانت سرعتي فوق المتوسطة، وخرجت لي سيارة مع تقاطع، ولم أعلم إلا وقد اصطدمت بها. توفي بهذا الحادث رجل واحد، وكانت نسبة الخطأ عليه 25%. على من؟ على صاحب السؤال. نعم. وبعد، وبالنسبة لأهل الرجل فقد سامحوا بالدية، وقال لي القاضي عليك صيام شهرين متتاليين. والحقيقة يا فضيلة الشيخ أن هذا الحادث له الآن 3 سنوات أو أكثر، وأنا من أثر الحادث جلست بالمستشفى أكثر من شهرين، وجسمي لا يساعدني على الصيام، حيث أن رمضان أتعم من صيامه كثيرا. لولا مساعدة ربي جل وعلا أرجو أن تجد حلا، حيث أنني عندما صدمت السيارة لم أكن متعمدا، بل هو الذي طلع علي، وكذلك لم تكن سرعتي الجنونية. جزاكم الله خير. هذا السؤال سمعتموه، وخلاصة أنه صدم رجلا خرج عليه من شارع فرعي، وأن الشيخ القاضي حكم عليه بصيام شهرين متتابعين، وأنه حسب تقرير المرور حكم عليه ب25% من الدية، ولكن أهل الدية تنازل، فبقي عليه حق الله عز وجل وهو صيام شهرين. فإن كان يستطيع أن يصوم الشهرين فليصوم، وإذا كان لا يستطيع فليس عليه شيء، لأن الله عز وجل قال في كفارة القتل إن فيها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام.